سيادة المستشار عامر، هل معانا على التليفون؟ معانا على التليفون سيادة المستشار. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. اهلا. بيان النقابة لحضراتكم على مقال الأستاذ الناقد الكبير طارق الشناوي، هل حضرتك شايف انه هذا بيان من نقابة بيتعامل مع الأستاذ طارق الشناوي بشكل شخصي ام بشكل مهني في النقد للمقال؟ طيب حضرتك بس اصحح لك نقطة كده بسيطة. اتفضل. هذا الذي نشر على لسان احد الصحفيين ليس بيان من النقابة، وان كانت النقابة راضية عنه. تمام كده؟ لا مش تمام، ما لازم هنا نتوقف. لا هي هو مش بيان، هو مش بيان. ده رأي الصحفيين، ده مش بيان النقابة. لكن النقابة وأعضاء المجلس راضيين عنه، ما أنا هقول لك ليه راضيين عنه. طيب لكن ده مش بيان صادر من أفهمها بس يا سيادة المستشار. أنا هقول لك هذا ليس بيانا، هذا رأي لأحد أعضاء النقابة الأفاضل. ده مش رأي أحد أعضاء النقابة، إنما هو رأي الصحفيين اللي قروا العمود بتاع الأستاذ طارق. ليه بقى؟ الأستاذ طارق بيتكلم بيقول لك أنا موضوعي في النقد. لو حضرتك قريت البيان، هو بيتكلم عن الأستاذ هاني شاكر، بيقول أمير الورع والتقوى. هل هذا ليس تنمر من الأستاذ طارق؟ وبيتكلم عن المجلس، وبيتكلم إن المجلس كبنيان مرصوص بيتحرك وملوش رأي. هل هذا نقد موضوعي؟ الأستاذ طارق بيخرج عن النقد الموضوعي تماما وبيلجأ لوسيلة أخرى غير النقد الموضوعي. إيه هي الوسيلة؟ هو معتاد إن هو يهاجم الأستاذ هاني شاكر. ليه يا أستاذ طارق؟ أستاذ طارق ليه حضرتك معتاد؟ ده الكلام اللي قاله المستشار القانوني بيخصم الحقيقة، البيان باسم النقابة. فيقول لك بيان مين هم الصحفيين؟ يقول لك بيان باسم الصحفيين، من هم الصحفيين؟ ما تقرا يا استاذ طارق، ما تقرا يا استاذ. ما انا بقول لك هو صادر عن الصحفيين لكن النقابه راضي عنه. يعني ايه عن الصحفيين؟ يعني ايه عن الصحفيين؟ ما تقرا مين اللي كان قريته. انا بتكلم على البيان. ما عرفش اسم الصحفي عليه؟ ايه؟ ما عرفش اسم الصحفي عليه؟ في صحفي عليه يقول مرتضى مش عارف ايه. تمام كده. طب خلينا بقى في لب الموضوع نفسه. عيلين. وأكد طارق مرتضى المتحدث الرسمي يعني للنقابة. أكد عن إيه؟ عن الكلام ده اللي هم ناشرينه. طب خليني بس الدفاع. خليني أخش في لب الموضوع. الأستاذ طارق طيب. من مدة ده مش لب الموضوع. لما أقول أمير الغناء والورع والتقى دي مفيش فيها حاجة. هو يا راجل يا طيب إزاي؟ هل هو اسمه هل يا استاذ طارق انت ناقد محترم وليك قراءك ويجب ان انت تحترمهم وتحترم عقول الناس اللي بتقرا لك. هل لما تقول امير الورع والتقوى هل هذا ليس تنمر؟ انت اسقطت الكلمه الاولى، حضرتك اسقطت متعمدا. انا قلت امير الغناء والورع والتقوى. ثم تلوتها بايه يا استاذ طارق؟ ثم تلوتها بايه يا استاذ طارق؟ ما انت نسيت اللي انت كاتبه ولا بتحاول تنساه؟ هو عمال يصادر. لا لا ايه رأي؟ لا 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 هات ما تعديش النقطه. انت قلت امير الغناء العرب وايه تاني؟ والورع والتقوى. ما انا قايل طيب هل هذا ليس تنمر يا دكتوره؟ في تنمر الورع والتقوى. امال يا راجل لا يبقى حضرتك شفتها التنمر يا سياده المستشار؟ ايوه طبعا. الاستاذ طارق مالوش في القانون، فمن فضلك ارجع للقانون يا استاذ. لا لا مش القانون. ايه انت اللي مالكش في القانون يا راجل؟ يا طيب يا دكتوره اوعي اتجاوز معايا زي ما بتجاوز مع الكل. لا 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 استاذ طارق اوعى استاذ طارق مش هتتجاوز يا سياده المستشار. ما لما اقول انا في برنامج محترم يجب ان يبقى الكلام بصيغة تانية. هو مش كله كده. هو الحقيقة يعني لو حضرتك شايف ان في تنمر من الاستاذ طارق على الاستاذ هاني شاكر، ف يعني ممكن ناس تشوف ان في تنمر من حضرتك على الاستاذ طارق دلوقتي حالا. يعني انا برد عليه. لا وهو مش تنمر منه على مجلس النقابه. ليه سياده المستشار ليه مش سامحين بمساحه النقد
ونتقبلها. لما يبقى يعني نقد يا دكتورة، لما يبقى ده مش نقد، ده مش نقد، ده مش نقد خالص، ده أي حاجة تانية غير النقد، ده أي حاجة تتقال غير النقد، ده مش نقد، دي أي حاجة تانية. أمال النقد من وجهة نظر حضرتك؟ لا، النقد من وجهة نظري إن يبقى نقد موضوعي بناء، إن أنا احترم البني ادم اللي انا بنقده، ويبقى نقد موضوعي في اطار الموضوع مش في اطار تنمر. لا، اعتقد الاستاذ هاني شاكر ليه كل الاحترام يا سيادة المستشار. طبعا 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 له كل الاحترام، وهو الاستاذ طارق ليه مش فاهم كده؟ ليه مش فاهم كده؟ نعم نعم، ليه مش فاهم كده؟ خلينا بس في لب الموضوع. الاستاذ طارق بالامس القريب كان بيتكلم، كان بيتكلم على ان سيبوا المهرجانات وادوا لها مساحه. تمام، وده اسلوبنا من الاول. انا مش بمنعهم، انا بقول لهم تعالوا تحت مظله النقابه واحترموا الكلمه اللي بتتقال، ويبقى في شكل منظم ومحترم. لا بس حصل منع فتره اعتقد يا سيادة المستشار. مش منع، ده كان تنظيم يا استاذه، تنظيم مش منع. اعاده تنظيم. طيب انا بس بطلب من حضرتك يا سيادة المستشار، من الاستاذ هاني شاكر، انه يبقى في سعه صدر للنقد، والا لو وقفنا لما يبقى بناء يا استاذه والله، لو وقفنا لبعض يعني صعب. حتى المساله الفنيه المفروض انها تبقى فيها مرونه، فيها راي، عشان كلنا نستفيد. وبتمنى من الاستاذ طارق، استاذ طارق يعني كده سيادة المستشار قال ان ده مش بيان، وقال ان ده رأي صحفي، لكن النقابة موافقة عليه. اتمنى من حضراتكم، حضراتكم معايا، ويشرفني ان انتم معايا الاثنين على التليفون، نتجاوز هذه النقطة بعد اذن حضراتكم. هل ممكن؟ استاذ هاني شاكر، ده هروب من الحقيقة، مش قادر. وبلاش الضغينة اللي جواه له. مفيش ضغينة لمين؟ ضغينة لمين؟ انت لما تتكلم عن هاني شاكر النقيب غير هاني شاكر المطرب. انا بتكلم عن هاني شاكر النقيب. أنا بتكلم عليك كنقيب برضه. أنا بتكلم